تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 5% في شهر مايو الماضي مقابل 13.2% قبل عام و 5.9% في أبريل الماضي. وسجلت معدلات التضخم الشهري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في شهر مايو الماضي، بينما سجلت معدلات التضخم السنوي في الحضر 4.7%، كما سجل معدل التضخم السنوي في ريف مصر 5.4%. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان. مساء الخير دكتورة أماني، وبداية رغم التغيرات الاقتصادية إلا أن معدل التضخم تراجع بنهاية مايو الماضي، هل يأتي هذا الانخفاض ضمن توقعاتكم؟ دكتورة أمين، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا التضخم ظل وما يزال خفض معدل التضخم أحد أهم استهدافات الحكومة المصرية منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن والبنك المركزي كان حذر جدا في التعامل مع موجات التضخم اللي أعقبت تحرير عمليات الصرف. والحقيقة إن اتجاه الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى وجود اقتصاد متماسك وقوي في مواجهة الأزمات، هو النهاردة اللي بنشاهده إن في وسط في الأزمة التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، ما زال الانخفاض متوالي لمعدلات التضخم ليصل إلى 5% سنويا خلال الشهر الماضي في مصر، مقارنة ب 13.2% كما ذكرت سيادتك من العام الماضي. وبالتالي فإن ده بيرجع طبعا لسياسات نقدية سليمة ومستقرة اتبعتها الحكومة موازية ومتوازنة مع معدلات الفايدة اللي شهدت انخفاض في الفترات السابقة واللي كانت متسقة مع انخفاض معدلات التضخم، مما يؤدي إلى زيادة الثقة في مناخ الاستثمار بالنسبة لمصر وتشجيعه وتشجيع الصناعة المصرية، وده هدف بالنسبة للحكومة المصرية لمزيد من خفض معدلات التضخم وتشجيع المنتج. طيب، ربما على المستوى الشهري كان هناك تحركا طفيفا بالصعود، ما أسباب ذلك؟ حضرتك زي ما حضرتك ذكرتي ان هناك الارتفاع ده ارتفاع طفيف، وهو ارتفاع بيرجع الى ارتفاع لبعض المنتجات اللي بنعتبرها ليست مؤشر حقيقي للارتفاع في الاسعار نتيجه لارتفاع بعض اسعار الفواكه او ارتفاع بعض اسعار الالبان والدواجن، ودي بصفه مؤقته نتيجه للظروف الحاليه لازمه كورونا ونتيجه للاستهلاك المرتفع لمثل هذه السلع عقب او خلال وعقب شهر رمضان المبارك. وبالتالي بنعتبر ان هذا الارتفاع الذي يكون طفيف جدا وغير مشهود ما بيؤثرش على معدلات التضخم بشكل كبير، لكن هو مؤقت ومرتبط ببعض المنتجات الغير مستقره زي ما قلت لحضرتك نتيجه للظروف الحاليه والاستهلاك المرتفع لهذه المنتجات خلال شهر رمضان، وبالتالي لا يعكس بالنسبه لنا ده هو ارتفاع لمعدلات التضخم واتجاهه خلال الفترات المقبله. دكتورة أماني، كيف يمكن الربط ما بين برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحسن في مسار المؤشرات الاقتصادية بشكل عام؟ طبعا برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج هدف بشكل أساسي جدا إلى أن هو إلى بناء اقتصاد قوي ومتماسك من خلال المؤشرات جماعة بيعمل في جميع الاتجاهات. نحن على مشهد من الجميع انخفاض معدلات البطالة، ارتفاع معدلات النمو بشكل كبير، ومش هنقول بس ان هذه المعدلات بشكلها الطبيعي، ان حتى النهاردة في ظل هذه الأزمة وما يعانيه العالم ومتوقعات، يعلن صندوق النقد الدولي أن مصر سوف تكون الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سوف تحقق معدل إيجابيا للنمو يصل إلى 2.2% في ظل ظروف أزمة كورونا. وفي الحقيقة إن يكفي إن هذه المؤشرات هو دليل على أن وجود اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات خلال الأربع سنوات السابقة،
وبالتالي اتجاه الدولة أيضا خلال الفترة المقبلة على تجنب العديد من الأزمات وعلى تشجيع التصنيع المحلي وعلى تشجيع الصناعة المحلية وعلى التشجيع ووجود فرص كبيرة للاستثمار سواء كان على الاستثمار المحلي أو الاستثمار الخارجي وامتصاص الصدمات الخاصة بالعرض ووجود البدائل المختلفة بالنسبة للمواد الخام والوسيطة وخفض أسعار الوقود وتشجيع المصانع المختلفة. الحقيقة أن زي ما احنا بنشوف يعني على سبيل المثال ارتفاع أسعار الكهرباء خلال اليومين السابقين كان بالنسبة له ابتعاد المصانع الإنتاجية من هذه الارتفاعات مع ضمان تثبيت أسعارها خلال 5 سنوات، وده الحقيقة بيدي مؤشر كبير جدا كيف أن الحكومة بتحقق معادلة صعبة جدا، هي معادلة تحرير أسعار الوقود وتحرير أسعار الكهرباء، وفي نفس الوقت بتعمل على الجانب الآخر على توفير سبل تشجيع الصناعة لضمان استمرارية الإنتاج ولضمان استمرارية الاستثمار والإنتاج المحلي، وده طبعا على الجانب الآخر بيحد من تأثير هذه الزيادات على المواطن وعلى المحلي. وأنا بعتبر أن دي تعتبر اتجاهات غير تقليدية وحلول غير تقليدية بالنسبة لمعالجة حتى الآثار التي يمكن أن تتوقع من عملية التحرير لبعض السلع، وده علشان كده السنة الماضية لما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة حوالي 20% وفي المقابل النهاردة بنتكلم على انخفاض لمعدلات التضخم من 13.2% 5%، يبقى إذا نجحت الدولة ونجحت الحكومة بسياستها إنها تقدر إنها تخلق هذا التوازن من تحرير مثل هذه التغييرات، وفي نفس الوقت هي بتحقق أيضا ارتفاع أو خفض في معدلات التضخم. الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة حلوان، شكرا جزيلا لك.